والله سعيدين جدا بمشاركة إقليم كردستان وأخواننا في جمهورية العراق في هذا الحدث المهم. القمة العالمية للحكومات تقدم منصة متميزة لتبادل الخبرات بين الحكومات ويعني النظر في النجاحات ومحاولة تطبيق مثل هذه النجاحات في دول مختلفة. الكثير من دول العالم تأتي وتعرض تجاربها، فنتمنى إن شاء الله من أن يحصل يعني الإقليم وممثلي الإقليم، وفخورين بوجود فخامة الرئيس ليحصلون على ما يصبون إليه لتطوير الإقليم كردستان وزيادة الاستثمارات في الإقليم في مجال الطاقة المتجددة وفي مجال الاستدامة وفي مجالات أخرى إن شاء الله. ما هي مشاريعكم المستقبلية وبالأخص في مجال الطاقة في إقليم كردستان؟ نحن طبعا دولة الإمارات مستثمرة في الإقليم في مجال الطاقة في السابق، ولا يحضرني عدد المشاريع يعني بالضبط اللي موجودة، ولكن نحن منفتحين على مشاريع الطاقة المتجددة سواء كانت الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. فدائما إذا كان في مشاريع تعرض على شركاتنا، والشركات إن شاء الله سوف تقيمها، ونحن دائما نرحب بفرص الاستثمار في إقليم كردستان.